السلام عليكم. من الاستخدامات المهمة للبيم البروجرامنج والسايت اناليسيس. البروجرامنج بنبدأ نشوف المكان ونبدأ نحلل المكان ونفكر هنتم تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المكان ازاي، ودي مرحلة جدا مهمة ومحتاجة معلومات، فبنقدر ناخد المعلومات من خلال الموديل. السايت اناليسيس بنشوف التصميم بتاعنا هل هو هيكون صديق للبيئة ولا لأ، هل هو الماتيريال هتبقى كويسة، هل في مشاكل من الماتيريال. بنعمل تحليل لكل الحاجات، وده بيبقى مهم جدا في مرحلة البلان وفي مرحلة الديزاين. البروجرامينج والسايت اناليسيس بنبدأ نحلل السايت، نحلل المكان، نحلل الموديل اللي موجود وهكذا.